هاي شباب، أنا ماجد. اليوم أول أيام الدراسة، الذهاب إلى المدرسة. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم. هاي، أنا سارة أخت ماجد. أساعد أمي في أعمال المنزل، وأتمنى أن أكبر وأذهب للمدرسة مع أخي. اليوم هساعد زميلي في نظافة المدرسة. كان متعب جدا، سوف أذهب لشاهد التلفاز قليلا ثم أعود للمذاكرة. بسم الله، سوف أذاكر دروسي حتى أنجح. سنبدأ الصلاة، أنا وسارة وأمي وأبي. تصبح على خير يا أخي. سوف أذهب إلى النوم. بسم الله، اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أخذت روحي فاحفظها، وإن أرسلتها فارحمها، وأنت أرحم الراحمين. أمي وأبي هما كل حياتنا. ده كان يوم الدراسة يا شباب، أتمنى أن ينال إعجابكم. متنسوش دعمكم للقناة يهمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.